سلسلة من الدروس التكوينية لفائدة الوعاد والقيمين الدينيين بهذه المدينة. زهير بدر حضر هذه السلسلة وأعد لنا ريبورتاجا حول الموضوع. جناح النساء بمسجد بدر بوزان زينت جنباته بأصوات رقيقة، إنها تلاوات قرآنية لحلقات التحفيظ الخاصة بالنساء. يدخل ذلك في إطار برنامج التكوين المستمر الذي تشرف عليه خلية المرأة بالمجلس العلمي المحلي بوزان. هذا البرنامج الذي يشمل بالإضافة إلى تحفيظ القرآن الكريم مواد مختلفة أخرى كالتفسير والحديث والفقه كمتن ابن عاشر. كما لاحظتوا يعني في هذا المسجد المبارك يعني وحدت يعني من الأخوات الفضليات، وحنا يعني نقوم بتحفيظ القرآن الكريم أو بتعليم القرآن الكريم، وعندنا نماذج كثيرة، عندنا مستويات يعني مختلفة، يعني عندنا من الابتدائي حتى الجامعي مستويات مختلفة، ولهذه الأخوات نصنفهم على حسب المستويات، وكل أخت يعني نتابع معها على حسب المستوى ديالها. نعم، وبالموازاة مع التحفيظ أيضا عندنا دروس في قواعد التجويد الكريم، في تجويد القرآن الكريم، إذا يعني لابد أن الإنسان يحفظ القرآن الكريم ويتعلم كيفاش يطبقه. مقر المجلس العلمي بوزان هو الآخر كان على موعد مع الأئمة والخطباء والوعاظ لاستكمال التكوين المستمر ضمن برامج مسطرة من طرف المؤسسات الدينية والعلمية الكبرى في المملكة. مواد مختلفة كعلوم القرآن الكريم والحديث والفقه والنحو والصرف وعلوم اللغة العربية لجعل الإمام والواعظ في مستوى التحديات المرفوعة والمتوقعة. هذا التكوين الهدف منه هو إعطاء تكوين متين للوعاظ والواعظات في مجال التخصص الشرعي في الوعظ والإرشاد، وذلك بانفتاح المجلس على محيطه، حيث إنه يكون هؤلاء الوعاظ ويمكنهم من التمكن من المواد الأساسية التي هي اللغة العربية وقواعد التجويد والفقه العبادات وفقه المعاملات وتقنيات الإعداد وتقنيات التواصل وكيفية إلقاء الموعظة المؤثرة المبنية على أسس علمية، وذلك باعتماد مراجع محددة في الوعظ والإرشاد والحفاظ على المذهب المالكي وتنظيم دورات تكوينية خارج المجلس أيضا ودورات تكوينية أساسية أسبوعية في المجلس. هذا المحور التكويني يأخذ حيزا كبيرا من أعمال المجلس سواء هنا في مدينة وزان أو في المدن التابعة لها، وذلك حتى لا يبقى الوعظ هكذا ارتجالا، فهو يخضع لتنظيم منظم إن شاء الله. وتعد مثل هذه اللقاءات العلمية أداة هامة لتهيئة رجال ونساء صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إنه العهد على البناء والتشييد ودعم منظومة القيم الدينية والتربوية في المملكة.